سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. الفيديو هذا تاع اليوم جاتني صاحبتي وخرجت انا وياها، وبعدها يعني واش راح تشوفوا؟ راح تشوفوا لميت حوايجي. عيطوا لي في اخر لحظه قالوا لي بلي راكي راح ترجعي تقراي، وانا ما لميت لا حوايجي لا والو. كيما على بالكم ترونسبور ما كانش، داروا لنا ترونسبور يعني محتم عليا نلم حوايج نتاعي في اخر لحظه ونروح، لانه ترونسبور تاعهم هما وما همش راح يستناني. المهم لهنا كيما راكم تشوفوا، اول ما نط صباح تعدلت روحي خرجت انا وماما واختي وصاحبتي، يعني خرجنا باه نتغداو. ومن بعد قلت لهم علاش لا ما نروحوش للزيراوي ونروحو نبدلو شويه خير من الماكله تاع شاورما تاكوس بيتزا، يعني ديما نفس على ما ناكلوش ماكله تقليديه. رحنا لواحد الخيمه يعني يخدموا فيها تاع مسيله، درنا كيما راكم تشوفوا، حطوا لنا البن رخيص، حطوا لنا راح لي اسمه الزفيتي، الزفيتي كان حار. المهم لهنا قبل نبدا وساعه ونكمل لكم الفيديو، خلي خواتاتنا كامل يكونوا على بالهم بالمسابقه وكامل باه يشاركوا. مسابقه في متناول الجميع، يعني كامل تقدروا تشاركوا. شروط سهله مهله، انت في بلاستيك تروحي تطبقي الشروط اللي راهم في الفيديو، لازم تروحي تكومونتي فيه. درك نخليه لك في التعليق المثبت الفيديو تاع المسابقه، خلي لي كومونتير فم ما خاطرش السحب يكون من فم. وتروحي لقناتي هجوره الشاويه كيما راكم تشوفوا، تدخلوا لها قناتي هجوره الشاويه وما خطي هذه الجرة الشاوية، وتروحوا وين كاينه ليشان ولا قناة بالعربية قنوات، تروحوا ديروا لهم كامل أبوني وانتم في بلايسكم، وفعلوا الزر به ما يروحش، ودخلوا لهم خليوا لهم تعليق به يعني نعرف بلي راكم شاركين وتبعثوا لي. وثاني تفرجوا لهم شوي منو تعرفتوا على محتواهم، يعني محتوى كاين جزائري كاين مغربي، باه تتعرفوا عليهم. وثاني الهدايا كيما راكم تشوفوا يعني في الفيديو هذاك راح تعرفوهم كامل فضه، ويعني هايلين ان شاء الله يكونوا من نصيبكم، وما تقولوش لا قادر تربحوا، يعني ما كانش حاجه مستحيل. كيما ربحوا اللي قبل راح تربحوا انتوما. لهنا كيما راكم تشوفوا انا كنت صافه يعني على اللحم المفور تاع الزيراوي هايل بالبزاف، مي صاحبتي ما تحبش اللحم تبغي الدجاج. المهم يعني باه نرضيو كامل، كل واحد جاب واش يحب، اللي يحب البني يحب، اللي يحب الصفيطي يحب، كل واحد واش كلا. المهم كملنا كلينا، انا كنت لاتيه باه نصور لهنا، كانت تحكي في التليفون صاحبتي، انا لهنا كي كنت لاتيه باه نصور وكلش باش نجيب لكم لقطات ونعت لكم. انا ما جيت ندير يعني ما جيت ناكل، انا لحت يدي ولقيت فارغ يموت بالضحك. قلت لهم انا لحد الان مازال دوك تفرد مغرف ومازال ما كليتش هو فضل. بعد قلت لها اواه ما كانش منها، وليت عاود طلبت واحد اخر يعني يعطيك بالقيس. وبعدها شربنا تاي يعني وكملنا حكينا وجينا مروحين. لهنا تلاقيت صاحبتي الهام، مرسي حبيبتي، مدت لي واحد البراسلي هايل بالبزاف وعجب لي بالبزاف، مرسي مرسي بزاف على الكادو تاعك. قالت لي والله كنت مخبيته لك تاع عيد ميلادك. قلت لها مرسي بالبزاف. لهنا اول ما روحت قلت لكم سمعت بالخبر راح نرجع نقرا، يعني ما عليا غير نروح ونوجد حوايجي تاع بو محتم، حاجه محتمه راح توجد حوايجي كما راكم تشوفوا. المخده لازم ندي عليا المخده، لازم حاجه نفرشها طابي في الارض، يعني المخده انا كنت ندي زوز، مي استغنيت على وحده، استغنيت على بزاف حوايج لاني ما نجمش نهز معايا في وقت ضيق وما كانش وين نهز. المهم ولهنا يعني كوفر باه ندير به الماطلة، وثاني ريدو ولا ليزار باه نغطي به الطاقه، يعني مخاطرش انا فريت شوسي يعني لازم الحوايج هادو. اي وحده مقيمه لازم تدي مخدتها، لازم تدي واش تغطي، لازم تدي لاخر الكوفر تاع الماطلة، ثاني الطاقه. لهنا ديت معايا هذه تاع لاباري، يعني كانت عندي قديمه ملي كانت عندي، عاود ديتها معايا ما دريناش هذه دنيا. اونكا تبغي تخيطي ما على بالناش، يعني رايحه بلاصه بعيده باش ما كان لا تطيح بيك ولا تروحي تطلبي ولا تخرجي تشري. ولهنا هذه درت فيها يعني دونتيفريس لابروس، وهذيك تاع الوجه، وبطبيعه الحال تديو الصابون تاعكم يعني صابون ليكيد ولا لاخر باش مورفين تخدمو. ولهنا كي جيت ندي الماكياج ولي زاكسيسوار بقيت حاصله، يعني ما نجمش ندي كلش. لهنا راني فرغت ليفرني ثاني قاعده نخير واش ندي واش ما نديش، لانه يعني ما نجمش ندي كلش، وزيد بزياده ندي غير لي كولار اللي راح نستعملهم. ثاني لي بوماد مورف نوع، انا مانيش حاكمه فرد حاجه كل يوم ولا كل ساعه ندير ساعه ما نديرش، جاتني شويه صعيبه باه نخلي حوايجي.
وندي كما تعرفوا يعني سورة المكياج يعني مورفين ديرو صعيبة باه تخليوه، وصعيبة ثاني باه تديو كلش، لأنه ما يعني الفاليز مقواها وش راح تهز، ما شتي مهما وش راح تهز ما تنجمش تهز هذه الحوايج كامل، قشرك صبابتك فراشك اللي راح ترقدي عليه، يعني بزاف حوايج ما نجمتش ندي كلش، ديت غير الحوايج يعني اللي نستعملهم كيما مثلا ايلاينر، بالات ديت وحده صغيره يعني تاع نيود اللي تستطع الوقت هذا، ديت حوايج اللي لازمين فرات. لهنا جيت حابه نعطي لكم كريستال ديسولفو يعني كامل سقسيتوني عليه وين لقاوه وكيفاش شريتيه. انا المره الاولى شريت هذه يعني بواط كبيره، شريتها غير دي ميل من عنابه، ومن بعد فضت لي كيف فضت لي يعني حوست في خنشله بالسيف لقيتها، ما نكذبش عليكم لقيت في الصغيره هذه، مام هذه شريتها دي ميل يعني الاخرى كبيره دي ميل وهذه صغيره دي ميل. المهم لا علينا، يعني هايله بزاف وما تتعبوش خلاص معاها. هذه هي يعني اللي حاب يشريها، وديما يسقسيني بوه تنحي ظوافرك، عفوا الفرني تاعك خطي ظوافرك راني نحيهم بهذو. ولهنا ديت هذو الكتب بطبيعه الحال تاع مكياج ولا كش ما كان نستعملهم فارو، هذا بطبيعه الحال ديما متبعني راهو تكسر غير من الترونسبور هنا لهيت هنا لهيت، حوايجي كامل دقدقو كيما راكم تشوفوا، يعني ما استغنيتش عليه حتى نفضيته في البرونز، يعني افضل لون عندي. الباليت قلت لكم ديت هذه لانه لي كولور تاعها تاع الوقت هذا، وهي يعني ما نديرش ديما راني غير ندي، لازم ندي معايا حوايجي، وما ديتش حوايج بزاف لانه رايحه مده ونجي يعني مانيش راني قاعده. المهم ديت هاد الحوايج اللي نحتاجهم، لي غوماج اللي مرفه نستعملهم في الدار، هذا ديت بواط صغيره برك لحت فيها لي زاكسيسوار ولا لي شوشو، ليسونسيال ما نروحش ليه تنبقى حاصله بلا حوايجي بلا قشي، يعني راني ندي هاد الحوايج كامل وكي نروح لهيت نلقى بلي ناقصوني بزاف حوايج، خاصه اللبسه تاع الشومبره تبغي تبدلي مع السخانه ما عندي ما نحكيكم، يعني سخون الحال بالبزاف، يعني ما تنجميش تحملي روحك في اليوم لازم تبدلي لازم، واش ما عندي ما راح نحكيكم، خاصه سخانه راح ندي هذه صغيره تضوي لي في الليل، ما خطرش انا في الليل لازم نخلي الضو شاعل ما نجمش نرقد والضو طافي. ولاباري هذه تاع الناموس يعني حاجه اكيدة، كون ما ديريهاش تصبحي وجهك كامل مبرهش كامل منقط بالناموس. ولهنا ديت بارابلوي ما خطراش انه تصب، ما تحكميش عليها وقتها تصب وما تحكميش عليها وقتها تصحى، طبيعه الحال مشطه لشعري وليسار اللي ديما متبعني، يعني هاد الحوايج ما نجموش نستغناو عليهم. ثاني عندي لهنا لي سوبلين هادو مورفه ديما يعني قلت لكم عليهم العام اللي فات، وكي حطيت لي فيديو تاع الشامبرا ديما نحطهم ما بين قشي ولا في لي فاليز يطلقوا ريحه مليحه، نتوما تقدرين تلوحوهم وديروا عليهم الماء وتشلو بهم القش تاعكم يدير ريحه، مي كي تحطيه ما بين القش تاعك يدير مليح. لهنا على بالي كامل تقول وين راحت المقلمه المقلمه يعني بطبيعه الحال ما جبتها، ما كي جبت حوايجي جبت معايا المقلمه جبت حوايجي كامل، هذه المقلمه تاعي والحاسبه تاعي من العام الباكية تبع فيا، والمقلمه هذه من الهليه يعني من البيام وهي عندي. ولهنا هذا الساك تاع البيسين تاعي يعني ديما نديه ونردو معايا، البيسي هذا يعني نلم فيه الحوايج يعني ما خطراش هو اللي نهزه، كلش نخلوه في الكابا غير الحوايج اللي نحتاجهم، شارجر تليفون البورتفاي تاعي بزاف حوايج نخليهم لي سار باه ما يتكسروليش، ما خطاش لي فاليز كي نحط فيهم الحوايج كي يهزوهم ويخبطوهم نخاف يتكسرولي، نولي نحط الحوايج اللي نخاف يتكسرولي نحطهم مع البيسي. ولهنا كي جيت نخرج مع صباح شوفوا يعني سبحان الله كريستال قول حست جات قعدت فوق لي فاليز، يعني قتلتني بالضحك حيوان مي يحس، قلت لها يا انزلي ما نديكش معايا، ما ديتهاش معايا على هي البنات لاني مانيش راح نقعد مده كبيره، ومسكينه مرمدها في ترونسبور مع السخانه اطلع اهبط، يعني ما ديتهاش يعني وزيد راح نفوت لي كونترول ما نجمش نلتبيها، وليت قلت عليه مرمدها. لهنا ما رحتش من خنشله رحت من ام بواقي لانه ترونسبور ما كانش، رحت لام بواقي يعني وصلوني لام بواقي دارنا، بعدها كيما راكم تشوفوا راني في سنتيفي تاع ام بواقي راني قاعده وهذه صاحبتي، حتى نجا البيس تاع طلبه ايتيديون بطبيعه الحال طول شوي تمرمدنا شوي في السخانه من 8:30 وانا في ام بواقي حتى 12 باه مشينا وجبناها في الطريق، من بعد ليسونسيال بالضحك واللعب مع صحاباتي.
البيوس ما كانش معمر بزاف، كنا غير فيه 5 بنات راهم قاعدين ورايا، يعني قاعدين كامل لورا، وكان راح معنا فرد طفل، وهما جابوا 3 بيوس يعني باه ما يكونش الاكتظاظ مع الكورونا، وراكو على بالكم يعني راهم داروا كلش الاحتياطات نتاعهم كامل. ولهنا بطبيعه الحال حبسنا في الطريق باه نتغداو، يعني هاكو تعرفوا الغداء تاع المسافرين يعني غير قيس قيس وشوف ازربوا 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 ليسونسيال. وبعدها لهنا اول ما وصلت ما رحتش للشومبره تاعي لانه كارثه كارثه عظمى، ما نجمتش نلح رجلي فيها. ريتشوسي ما عندي ما راح نحكي لكم، وليت راح حطيت لهنا راني في شومبرا تاع صاحبتي، حطيت الحوايج تاعي لهنا وبديت انا وياها باه نبداو نتواي ساعة الشومبرا تاعها نسيقوها ومن بعد نروح للشومبرا تاعي. المهم ما تنساوش اذا جبت لكم الفيديو تاع اليوم خليولي في لي كومونتير، غدوه نحط لكم كي رحت للشومبرا تاعي. بقيكم بخير.